على وقعات معينة. نعم. تأخذ حبوب بانتظام. طيب. فأنا صار لي كم من سنة ما برضى أفطر رمضان، بفطر قبل الفطور وبعد السحور. نعم. فهنا بين السحور والفطور صفر لنا كم من سنة؟ أكثر شيء 5 ساعات. إيه. فهنا اختلف عندي النظام. أنا لازم أحب يعني أقل شيء من 8 إلى 10 ساعات ليل. نعم. فصار لي كل سنة بصوم. الآن 20 ساعة. ها بعيد الكره كل سنه وبختلف عند الريجلاج تبع المستوى وبرد كمان مره لكن رمضان بعد ما بتخرب عندي الى شكرا سواء من السكر او مريض ضغط دم او انيميا او اي مرض ترجع للاطباء قالوا لك يعني هذا الامر يؤدي الى ضرر لا تصوم استطعت مثلا اسمعني الآن يعني مثلا رمضان في هذه السنة في الصيف 20 ساعة ما تستطيع الصيام والأطباء قرروا أنك ما تستطيع الصيام الآن من 20 ساعة لكن تستطيع أنك تؤخر إلى الشتاء 4 ساعات 5 ساعات أحيانا صحيح؟ وتقول أنا أستطيع لكن هنا الآن الصيام يضرني ولكن أستطيع أن أصوم تؤجل وهذه غنيمة باردة لك هذا الجواب أخذت السنة اللي فاتت من شيخ كمال اتصال في السعودية وأخذت الجواب نفسه من شيخ كمال الحمد لله تصوم بالأيام القصيرة الحمد لله بس طالما تستطيع القضاء تقضي ما تستطيع القضاء تضعف فهمت يعني يا إما بقضي يا إما بقضي إذا تستطيع على القضاء في حتى لو في الشتاء تقضي وإذا ما تستطيع القضاء أبدا يعني لابد أن دائما تتناول يعني شيء من لا أربع ساعات دكتور مقدور على بين الحب والحب. لا أجل للشتاء. بس هون في نقطة. نعم. إنه هل لازم أصومهم مع بعض 30 يوم ولا متقطعة؟ الأولى أنك تصوم يعني متواصل وتفطر. لكن إن قطعت لا شيء. لماذا قلنا إنه لابد أن تتابع فيها؟ هل أسهل عليك؟ ولأنه هذا ذمتك الآن مرتبطة بماذا؟ الصيام مفهوم يعني مثلا صمت 10 أيام ثم تقول يعني حصل لي تعب وكذا ارتاح يوم او يومين ثم صمت 10 المهم في المدى مشتغله بها نعم مثلا مريض مع مرض مزمن وتوفى نعم واهل المتوفي اهل المتوفى احسن اهل المتوفى ما استطاعوا يعني مثلا ما حددوا كم عدد ال كم رمضان انه ما كان يصوم يحددوا ينظروا غلبة الظن ويخرجوا عليه يحتاروا ويخرجوا غلبة الظن مثلا بيحسبوا ونقول مثلا 3 سنوات 4 يعني يقول نحن عندنا المتنقلين من 3 سنوات نقول خلاص الله حسبه تخرجوا 3 سنوات مفهوم وهذا صار حسابه اليوم الحمد لله نعم رايح شفنا لو بس توضحنا موضوع التكبيرات بالنسبة للتكبيرات المقيدة المقيد يعني بعد الصلوات المفروض يعني يبدأ من مغرب ليلة العيد يبدأ يكبر بعد الصلاة بعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء وفجر يوم العيد وظهر يوم العيد وعصر يوم العيد هذا تكبير مقيد يعني أتباع الصلوات مقيدين بالصلاة تكبير مطلق يكبر في كل وقت من المغرب إلى المغرب مفهوم؟ نعم بالنسبة لصلاة التراويح يعني حديث عائشة هو 11 رضي الله عنه كيف يعني كيف اجتهد يعني بقية العلماء يعني وجعلوها أكثر من 11 ركعة يعني ما هو يعني اجتهاد في يعني قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وجمعوا بين هذا الحديث وهذا الحديث وقال أصح الزيادة ولا إشكال بها نعم الآن واحد أفطر متعمد في رمضان أفطر متعمد في رمضان هلا في بيصوم بيقضوا يوم واحد يقضي يوم واحد ويستغفر يعني في صيام شهرين متتاليه لا صيام شهرين هذا الذي جامع في رمضان الذي جامع في رمضان نأمر أولا بعد فطر فإذا لم يستطع ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين لم يستطع ينتقل إلى 4 مسكين إذا الدكتور فرض لك دواء إنه تأخذ الصبر
نعم. وانت بالايام العاديه هذا الدول تاخذ بين يوم ويوم متقطعه يعني بمزاجك مثل ما يقولون او بحالتك اللي تشوفها انت تحتاج لهذا الدواء او لا، بس هو الدكتور فرضه لك يوم. نعم. بس انت تجي ايام تقول ما محتاج اليوم. نعم. فهل برمضان انه شو راح يصير؟ انه هل انه بيوم اللي تحتاجه راح تفطر وبيوم اللي ما تحتاجه ما تصوم؟ نعم. الا اذا كان هذا يضر بك، لانه قد تشتهي على خلاف ما يذكر الطبيب ويضر بالبدن مثل ما ذكر الشيخ. يعني هو الان احيانا يقول اجتهد واصوم. ثم بعد رمضان اتعب مده شهرين حتى ارجع لما كنت عليه قبل رمضان. نقول لا، مع هذا اللي يضر بك، فماذا تصنع؟ تفطر لانك معذور. ثم بعد هذا متى ما يعني قلت ساعات النهار واستطعت ان تصوم فلن تصوم. الان بعض الناس لديه يعني حبوب عند اللزوم طوارئ، فعندما يتعب ياخذ هذا الحب، فهو مفترض ان ياخذ هذا، وعندما لا يتعب يصوم. دليل بخاف من الزمافر. نعم. يعطيك السؤال. نعم. السؤال بالنسبه للاطفال اقل من 15 الاولاد اقل من 15. طيب. في حال انه اذا صاموا مثلا ساعات معينه. نعم. تعودهم على هذا، ما نقول احنا قلنا هذا، تعود الصغير على صيام ثلاث اربع ساعات في اول الامر، ثم بعد هذا تشجعه حتى يقضي على نفسه، واذا تعب تامر بني اخوك يضر الصيام، مع هذا نذر الصيام، فانت تعود على الصيام قدر المستطاع كما تعود على الصلاه وعلى الطاعات واجتناب المحرمات. نعم. صيام المسافر اذا كان اكثر من 19 ساعه وخلال ساعات في ترانزيت وكان صائم. احنا قلنا ولا يدري اي ساعه شرطه يفطر. اسمع يا اخي. نعم. ها انت تسال هل يصوم او لا يصوم؟ نعم. او تسال انه يسافر احيانا بالطائره ويرى الشمس ويمشي. ويمشي. هلا يعني مثال الان خرج مثلا من مثلا من جاكرتا من اندونيسيا إلى السعودية تسع ساعات بالطائرة، مفهوم الشمس؟ يمشي ويرى الشمس، لم يضرب الشمس الآن. شوف يا أخي، طالما يرى الشمس ما يستطيع أن يفطر إلى أن تغرب. هذا إذا أراد الصيام، وإذا أراد الفطر له ذلك. نقول إما أن تصبر إلى أن تنزل الطائرة وتغرب، أو لك أن تفطر في رمضان ثم بعد هذا تفطر والحمد لله في ساعة. ممكن تعويضه لابد تعويض طبعا او افطر لابد من طلب. بالنسبه لذهاب العقل هل هي مفترض؟ ذهاب العقل يعني مثال يقول الان صام بعد الفجر ثم بعد الظهر اغمي عليه اغمي عليه اصبح الان مثل ومثل النجوم صحيح رفع القلم عن ثلاث هذا مرفوع عن القلم. طيب نعم يعني وقت سكر لكن لان هذا بغير اختياري هذا بغير اختياري ولا باختياري اغمي عليه؟ بغير اختياري نام هذا الاخ صلى الفجر ثم نام الى العشاء صيام صحيح مفهوم اخر تدخل الصلاه اذا كان بغير تفريط هذا اشكال يعني مريض مثلا ونام فصيامه صحيح لكن هذا الذي يغمى عليه هذا غير اختيار مفهوم نعم وقت زكاة الفطر ذكرت انها اذا كانت قبل 25 حرام قبل اسمع عندنا يوم 29 ويوم 30 هذا وقت جواز 27 أو 25 لو أخرجها هي صدقة من الصدقات ولا بد عين أخرى مفهوم هذا على قول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى هناك بعض العلماء يخالف في هذا مفهوم؟ نعم آخر سؤال بالنسبة للسفر هل هناك مسافة معينة للسفر أو كل هل سفر هناك مسافة معينة للسفر؟ هل هناك حد للمرض؟ ذكرنا في الدرس الماضي في مرض يرجع فيه للعمر جاء
جرح في اصبع لا هذا الان اضرب منطقه من عندكم انتوا هذا السكر انت من تسكر طب اضرب منطقه عندكم هنا كم كيلو 20 كيلو يا اخي 30 كيلو كل شيء خالد خالد الشيخ ابو ابراهيم من هذا المكان وقال للأخ استودعك الله الذي لا تضيع به أنا مسافر إلى كذا هذا ما لا يصنع يضحك قل هذا سبب هذا ما هو سبب لكن خرج من هنا إلى استخبار فهو مسافر إذا السفر يرجع فيه إلى العرض ما عده الناس سفر فهو سفر مفهوم؟ أنت تقيم الشيخ ولا يحدد بالكيلومتر لا لا بس تقيم ما أسمع السؤال الأخير ذكر أحد الأخوة لماذا تصوم المرأة بإذن زوجها لماذا يفرض النافلة النافلة لماذا يجب عليها إذن زوجها الله سبحانه وتعالى الرجال حرامون على النساء الأمر بعض لأنه قد يريد منها شيء صيام المرضع خوفا على البطن او صيام الحامل خافت على نفسها وعلى الجميع على الحجاب اخراج فم من الجسم خارج جرح وخارج منه دم لا لا خارج منه دم للتحليل لا يفضل تبرع بالدم افضل حجامه افضل ليش بقول أن النساء سنة أفضل حاجة المحجوب لأن الحجامة أنها تضعف البدن نعم بالنسبة لزكاة الفطر بدنا نأخذ بقول الشيخ ابن العثيمين في 25 بالشهر أرسلت مبلغ المال لأخ لي في دولة معينة قلت له في يوم 29 تشتري وتعطي نعم في يوم 29 تسعة نعم أرسلت له 25 و 26 و 27 ما في إشكال وقلت له أنت أعطيها في الوقت المستحق أو الجائز نعم ما في إشكال طبعا قلنا هذا الأخ الآن أرسل من اليوم أرسل الأخ إلى الصومال إلى أهلي في الصومال من اليوم إلى أخي هنا وقال هذا المال يبقى أمانة عندك تشتري الرز الآن لا إشكال وتبقي عندك وليلة العيد تخرج الحمد لله لا اشتغل نعم طيب فذهب عقله قبل 3 سنوات انسان ذهب عقله قبل 3 سنوات مخرف مجنون زهايمر عد ما شئت المهم انه ليس باختيار ذهب عقله ليس باختيار او يذهب عنه العقل ساعتين ثم يرجع ساعتين فهذا حكم مجنون لأن الصيام لا يتجزأ إما أن يصوم النهار كامل أو لا يصوم أصلا لو قال هذا الأخ أنا أستطيع أن أصوم 3 ساعات في النهار فقط والنهار الآن 4 ساعات مثلا نقول ما يتجزأ إذا ليس على الصيام قال أستطيع أن أصوم 10 ساعات وما أستطيع أن أصوم 20 ساعة نقول الآن تفطر وبعد هذا تفطر مفهوم نعم مفهوم النقطة الأساسية هي عندما يسقط عنه يسقط عن الصيام الصيام ليس هناك الأهل الأولاد لا شيء لا عليه كفارة ما عليه شيء لأننا ذكرنا الآن مسلم عام وهذا مجنون ليس عليه شيء لكن فرض نعم لو خزول الدماغ من المخ نزف دم رعاف ودم كثير وتعب يفطر لكن نزل دم قليل ووضع المنديل صب على الصماء وكذا الحمد لله نعم
في مجال تعمل تقرير الحج شهر 10. نعم. فترة الحج ما عندي إشكال إن شاء الله في المدينة تأتون المدينة قبل الحج رجعين لكم الصلوات والأغنيات وتأتون إن شاء الله نحن سوية نعم أخوانا والله هذا لهم حق معنا أخوانا الصغارين نعم في سؤال نعم أنا بدي أسأل أصبر علينا تشتغل علي نعم نعم يا شيخ الله يعطيك العافية نعم بالنسبة للسؤال الأول إذا خبرتنا أنه المرأة لا تصوم في النهر إلا بين الزوج إذا كان صيام هو قضاء لما قضاء هذا ليس بنهر هذا واجب تقضي واجب تكلم الزوج بالنسبة للمسافر نعم المسافر اسمع اسمع في تنبيه يعني شيء بسيط الآن بعض الأزواج هذا أنا الله يعني يريد يتحكم ما تصوم النافلة ما تصوم الفريضة لماذا؟ أنا الزوج فإذا كان صيام الزوجة يضر بالزوج هنا تطيع وإلا فلا طاعة الشيخ أبو إبراهيم قال لإبراهيم اليوم ما تحضر الدرس قال لماذا؟ قال لي أحتاجك في عمل يطيع؟ يطيع وإذا قال له اسمع ما تحضر الدرس ليش؟ قال لا كيف أخو مرائي؟ نعم لا الصلاة ما يدعو لا طاعة المخلوق لمعصية الخالق نعم مسافر